ايوا بنتي اش نقول لك، الاسعار ترتفع بزاف في رمضان، ورمضان عنده مصاريف كثيره. واش فهمتي؟ الا مثلا بغيتي ديري واحد ثلاثه د الحاجات ولا غير جوج الحاجات، داكشي كتبدي تختصري، غادي ديري غير حاجه واحده وتبداي غادي تبداي تقتصدي بزاف انت في المصروف ديالك على حسب الغلا اللي كاين. واش فهمتي؟ اما الايام العاديه وداكشي تقدري تغلبي وتقدري ديري بزاف ديال الحوايج وداكشي، ولكن في رمضان ما كاينش. يعني فهمتي، عندنا حنا في المغرب الثروه ديال الحوت موجوده بزاف وداكشي. انا ما عرفتش كيفاش زعما هذا الغلا اللي ولا، بحال دابا الكرافيت ولا كاين اللي كيقول لك 1100 درهم، كاين اللي كيقول لك 120، زعما بزاف بزاف ما وصلناش ليه حنا كاع. الطماطم كانت هذه قبل من رمضان كانت بثلاث ايام ولا اربع ايام كانت بستين ريال، كانت بثمانين، قلنا استحملوها. دابا صبحات ليلة رمضان صبحات 140، فهمتي؟ بزاف. مطالب ديالنا الناس المسؤولين يشوفوا من الحاله ديال الشعب المغربي، راه زعما مضطرين الناس، والله يحسن الانسان كاع الناس اللي مساكن الدخل ديالهم متوسط، يعني ما تيقدروش مساكن يوصل بزاف ديال الحوايج وداك الشيء، فهمتي؟ هذا الشيء بزاف ما كنلحقوش، دوك يلاه كنجيبوا في نهارنا 40 درهم ولا 50 درهم ملي كتمشي للسوق. واش تخمم المركوب، واش تخمم تعطيها للخضار، ولا تدير بها، ولا تجيبها للدار، ولا مرض لك ولدك، ولا مرض لك بنتك، كي غادي دير لها تدوز ليه، كي غادي هادشي بزاف علينا. رمضان رمضان كاع خاصك كل حاجه تجيب منها شويه، ما كتلحقش ما تلحقش حتى حاجه. هي ماطيشه راه كدير 120، ولا هي القرعه راه كدير 160، اش غادي تشري؟ ما غادي تخلي والو. بالنسبه للحوت، الا بغيتي تاكل الحوت راه خصك، الا ما عندكش 50 درهم 60 درهم ما تاكلش الحوت كاع. و 60 درهم ولا 50 درهم يلاه غادي تجيب داك نص كيلو. الحوت الرخيص هو اللي كنلاحظوا نبغيو ناكلوا داك السر ديالو، ولا هو اللي رخيص ما بقاش غالي، ولا 20 درهم حتى هو داير. ما فيهاش تحط 20 درهم، إلا ما عندكش 20 درهم ما تاكلوش. حاصل هذه بزاف علينا هادشي. العينة طالع خاصكم تشوفوا كيفاش ديروا تنقصوا علينا هاد المواد هادي، راه بزاف. مسكين راه ضايع أكثر من القياس، ما كيروح ما كيروح حتى بشي ريال. أنا غارديان عندي 4 طوموبيلات من 8 الصباح، وأنا عساس ثلج الثلاثة نروح 40 درهم، 40 درهم واش نركب بها، واش نوكل بها الولاد، واش غندير بها؟ غندير بها والو، ما كافيانا حتى شي حاجة. الفقسة هي هذي. ديما في رمضان بالنسبة للبصلة دابا بخمسة درهم، دايرة ثلاثة درهم، دابا خمسة درهم، ماطيشة بستة درهم، والحوت راه حنا ما كنوصلوش ليه. المطالب ديالنا هي خاص الصائرة تزاد، وخاص ارتفاع ديال الأسعار يهبط، هذا هو الطلب ديالنا. وشكرا. محلو، ولكني شنو غادي بحال كيقول لك شنو غادي يدير الميت قدام غسالو؟ زعما الأمور هكا دايرة، خاص المسؤولين يشوفوا. حيت هذا التقرير ماشي انا اللي غادي نقوله، ولا راه نفد عليه شي. طبعا طبعا طبعا، حيت الميزانيه اللي كانت مخصصه قبل ماشي هي اللي ما كتضافش عليها شي حاجه في الاجره في المدخول، و والثمنات كيتزادوا، دونك كاين شي حاجه اللي كدير تقبل في الميزانيه ديالك. والمطالب فحال المطلوب ديال كل مواطن، زعما يكون توازن ما بين دخول واللي كتخرج اللي كتصرف.